يهدف مخيم بسمة للأطفال المصابين بمرض السكري إلى تعليم وتدريب الأطفال على مجموعة من المهارات المهمة لتساعدهم على التعايش مع المرض وتوضيح سبل التعامل معه، وتقديم أنشطة ثقافية صحية وترفيهية للمشاركين بهدف زيادة حصيلة الوعي الصحي لدى الأطفال وأسرهم، حيث يضم المخيم عدد كبير من أبناء دول مجلس التعاون دول الخليج العربية وبعض الدول العربية الأخرى. مخيم يضم في طياته ما يقرب حاليا من 150 طفل، يضمون طبعا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، ويتلقون برامج ومهارات خاصة بالتعايش مع داء السكري. حقيقة العلاقة بين مخيم البسمة وسلطنة عمان امتدت من المخيم الأول بمشاركة كوكبة من المتطوعين من سلطنة عمان في تنظيم هذا المخيم، ثم جاءت مشاركة أطفال عمان في مخيم البسمة. وتأتي زيارة أعضاء إدارة المخيم والأطفال المشاركين فيه وذويهم إلى محافظة مسندم كمحطة ثابتة ودائمة منذ 5 سنوات متواصلة، يقوم من خلالها المشاركون بزيارة لولايات المحافظة بالتنسيق مع المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسندم، حيث حظي المشاركون بحفاوة الاستقبال وزيارة لحصن دبا، وكذلك تنظيم رحلة بحرية لبعض المناطق السياحية البحرية في الولاية. مخيم يقام سنويا، ينظمه يعني الأخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكجزء من هذا المخيم هناك زيارة تتم سنويا إلى محافظة مسندم، وعادة هي تتم في ولاية خصب الحقيقة لقربها من إمارة رأس الخيمة، ربما هذا اللي هو السبب، ولكن في هذا السنة حبينا نغير حقيقة المسار، الرحلة تكون في ولاية دبا. إن إيجاد روح المرح والترفيه بين الأطفال المصابين وتعليم أطفال السكر مهارات تغيير العادات السلبية وإكسابهم العادات الصحية من حيث زيادة نشاطهم البدني بممارسة الرياضة، وكذلك إكسابهم عادات غذائية صحية سليمة، تعد أمرا مهما للطفل المصاب ليشعر بروح الجماعية والثقة بالنفس، لما للحالة النفسية للمصاب من أهمية كبرى في تحقيق النجاح في التعايش مع المرض بل والتغلب عليه أيضا. مخيم البسمة التاسع بدأ من 9 سنوات، يهدف إلى تعليمي، المهم الهدف من التعليمي تغذوي رياضي، يهدف إلى فئة معينة من الأطفال السكري من فئة 8 إلى 14 سنة. بأهداف إنسانية سامية يأتي عقد هذا المخيم سنويا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي محطة محافظة مسندم هي محطة رأسية وأساسية في هذا المخيم. من ولاية دبا محافظة مسندم، نجم بن عبد الله الشحي.